السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله سنبدأ بالدرس الثالث من دروس مادة الجغرافيا، وعنوان الدرس الطقس والمناخ. في هذا الدرس دعونا نتعرف في البداية ما الفرق بين المناخ والطقس. المناخ والطقس، الطقس يقوم بتعريفنا لحالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة. أما عناصر المناخ فهي درجات الحرارة والأمطار إضافة إلى الرياح ومدى الرؤية. أما المناخ فهي بيان حالة الجو في مكان ما مدة زمنية طويلة. إذا الفرق بين الطقس والمناخ أن الطقس يقوم ب تعريفنا بحالة الجو خلال مدة زمنية قصيرة، أما المناخ يقوم بتحديد حالة الجو في مكان ما في منطقة ما مدة زمنية طويلة. ويشتمل المناخ على معدلات درجات الحرارة في منطقة ما على سبيل المثال، وكميات الأمطار وغيرها. ننتقل الآن لنتعرف عناصر المناخ والعوامل المؤثرة فيها. العوامل المؤثرة في عناصر المناخ لدينا الحرارة، الضغط الجوي والرياح، إضافة إلى التساقط والتكاثف، وأخيراً التيارات البحرية. الحرارة هي درجة حرارة دفء المكان أو برودته، وهي ترتبط بكمية الأشعة الشمسية التي تصل إلى الأرض. فكلما زادت كمية الأشعة الشمسية الواصلة للأرض تكون درجة الحرارة مرتفعة، أما إذا كانت الكمية قليلة من الأشعة الشمسية تكون درجة الحرارة منخفضة. وتقاس درجة الحرارة بالدرجات المئوية بواسطة جهاز يسمى الثيرومتر. والعوامل التي تتأثر بها درجات الحرارة لدينا دائرة العرض كما تحدثنا سابقا، والارتفاع عن سطح البحر إضافة إلى البعد أو القرب من البحر. نأتي الآن لنتعرف العلاقة بين درجة الحرارة ودوائر العرض. هناك علاقة بين درجة الحرارة ودوائر العرض، فكلما اقتربنا إلى دائرة العرض الرئيسية اللي هي خط الاستواء ارتفعت درجة الحرارة، بمعنى أنه كلما اقتربنا من خط الاستواء ارتفعت الحرارة، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه الأقطاب انخفضت درجة الحرارة. إذن العلاقة طردية، كلما اقتربنا ارتفعت درجات الحرارة، كلما ابتعدنا انخفضت درجات الحرارة. ما العلاقة بين درجات الحرارة والارتفاع عن سطح الأرض؟ العلاقة عكسية، كلما ارتفعنا عن سطح البحر انخفضت درجات الحرارة، بمعنى أنه كلما ارتفعنا 150 مترا عن سطح البحر انخفضت درجة الحرارة بنسبة درجة مئوية واحدة. أما العلاقة بين درجة الحرارة والبعد عن البحر أو القرب منه، فتكون درجة الحرارة معتدلة غالباً في المناطق القريبة من البحر. ننتقل الآن إلى الضغط الجوي والرياح. ما المقصود بالضغط الجوي؟ الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء على مساحة معينة من سطح الأرض. ما سبب حدوث الضغط الجوي؟ ينشأ الضغط الجوي نتيجة تأثير وزن الهواء. إذن ينشأ هذا الضغط بسبب وزن الهواء. ما العلاقة بين الضغط والارتفاع عن سطح البحر؟ يقل الضغط كلما ارتفعنا عن سطح البحر، فهنا العلاقة عكسية، يقل الضغط بارتفاعنا، يقل بارتفاعنا عن
سطح البحر. يتفاوت بمعنى يختلف تأثير الضغط الجوي في حركة الرياح من منطقة إلى أخرى، لأنه تنقل الرياح من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض. وعن أنواع الرياح، لدينا الرياح القطبية، لدينا الرياح العكسية، ولدينا الرياح التجارية. التساقط والتكاثف. ما المقصود بكل من التساقط والتكاثف؟ التساقط هو كل ما ينزل من الجو على صورة مطر أو ثلج أو برد. أما التكاثف فهو ما يكون على شكل ضباب أو ندى أو سقيع. ويعتمد نوع التساقط والتكاثف على درجات الحرارة ومقدار بخار الماء الموجود في طبقات الجو. ننتقل الآن لنتعرف إلى التيارات البحرية التي تعد من العوامل المؤثرة في عناصر المناخ. التيارات البحرية ويقصد بها تحرك المياه السطحية للبحار والمحيطات باتجاهات معلومة وبسرعة محددة. إذن حركة هذه المياه يكون بسرعة معلومة وباتجاه معروف أيضا. ما أسباب حدوث التيارات البحرية؟ في البداية الاختلاف في درجات الحرارة واختلاف كثافة الماء بين المناطق الاستوائية والمناطق الباردة، فهناك فرق واختلاف في كثافة المياه. فتتحرك المياه من المناطق الدافئة إلى المناطق الباردة، ومن المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة. وهناك عدة أنواع من التيارات، لدينا التيارات البحرية الدافئة ولدينا الباردة. إذن هناك أنواع من التيارات البحرية، هناك التيارات البحرية الدافئة والتيارات البحرية الباردة. كيف تؤثر التيارات البحرية الدافئة في المناخ؟ أولاً تعمل على نشر الدفء إضافة إلى هطل الأمطار في المناطق التي تمر فيها. أما عن تأثير التيارات البحرية الباردة في المناخ فإنها تعمل على خفض درجة الحرارة في المناطق الساحلية التي تمر بها. ننتقل الآن إلى أسئلة الدرس. السؤال الأول يقول: عرف ما يلي: المناخ، الطقس، الضغط الجوي، التيارات البحرية. المناخ هو بيان حالة الجو في مكان ما مدة زمنية طويلة. أما الطقس هي حالة الجو خلال مدة زمنية قصيرة. أما الضغط الجوي فهو وزن عمود الهواء على مساحة معينة من سطح الأرض. أو التيارات البحرية هي تحرك المياه السطحية للبحار والمحيطات باتجاهات معلومة وبسرعة محدودة. عناصر المناخ: الحرارة، الضغط الجوي والرياح، التساقط والتكاثف إضافة إلى التيارات البحرية. السؤال الثالث يقول: أكمل الفراغ بما هو مناسب فيما يأتي. مصدر الحرارة الرئيس على سطح الأرض هو بكل تأكيد الشمس. تنخفض درجات الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا عن سطح البحر 150 متر. يعتمد نوع التساقط على درجة الحرارة إضافة إلى مقدار البخار الموجود في طبقات الجو. تعمل التيارات البحرية الدافئة على نشر الدفء وهطل الأمطار في المناطق التي تمر بها. ننتقل إلى السؤال الرابع يقول: ضع إشارة صح إزاء العبارة الصحيحة وإشارة خطأ إزاء العبارة الخاطئة فيما يأتي. تقاس درجة الحرارة بجهاز الثيروميتر. إجابة عبارة صحيحة: تكون درجة الحرارة في المناطق القريبة من البحر أكثر برودة عن تلك البعيدة عنه، هي تكون معتدلة. تسمى الرياح باسم الجهة التي تهب عليها. عبارة خاطئة:
كلما ارتفعنا عن سطح البحر قل الضغط.